أهلا وسهلا أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نجاح، البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص النجاح لشباب داخل مدينة الموصل. طبعا اليوم قصة نجاحنا بضيفة مميزة تحدث العادات والتقاليد. مهنتها ليس محتكرة على الرجال، إنما مهنة أيضا للنساء. طبعا أبدعت في التميز في هذا المجال الرسم على الجلود. من خلال البوتريه التالي راح نتعرف من هي ضيفتنا. هيام علي، مولدة 1998، طالبة بالمعهد التقني الإداري قسم سياحة وإدارة الفنادق. موهبة الرسم على الجلد، وأقدم أشتغل فيها معالم أثرية وتاريخية. موهبتي انطلقت بال 2013، انه تخصصت بالشغل على الجلد بس كموهبة رسم، لا من اني وصغيرة. الظروف انه كانت فترة عطلة صيفية، فحبيت اعرف شيء جديدة واتعلم شغلة جديدة، فدخلت دورة وتعلمت الشغل على الجلد فحبيته وبديت استمريت فيه. كثير عوائق، أبرزها أنه صعوبة العثور على المادة الأولية اللي هي الجلد هنا بالموصل، وعوائق اجتماعية. حلمي يكون لي علامة تجارية ويكون عندي مركز تدريب. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد ما شفنا البورتريه. أهلا وسهلا بيك هيام. أهلا ياسمين. هيام عرفينا عنك مرة ثانية. هيام علي، مولدة 1998، من الموصل، طالبة المعهد التقني الإداري قسم سياحة وإدارة الفنادق. نورتينا هيام. شكرا. هيام، بما أنه أنت عندك مواهب عدة، إحنا راح نبتدي أول شيء بالرسم. شو وقت أنت اكتشفتي الرسم؟ الرسم هو اكتشاف من أني صغيرة، يعني بديت بي بس تخصصت بهذا المجال بالشغل على الجلد بال 2013. نعم. واستمريت بها من 2013 لحد الآن، وطورت بها. من اللي ساندك ودعمك بهاي الموهبة؟ أكيد الكل ساندتني، وقبل كل شيء أهلي والمقربين إلي، وأكثر شخص ساندني وعطاني معلومات الكافية عن الطريقة وعلى الشغل على الجلد هو أستاذ مثنى، وأكيد أشكره لأن هو كان له الفضل بهذا الشيء وخلاني أستمر بهذا الشيء وعطاني كل الدوافع والمعلومات اللي أحتاجها. طيب موهبتك هاي، طبعا أنت قلتي إن الأستاذ اللي ساعدك بيها طبعا هو إيه؟ راح تحوليها هاي المهنة المشروع مستقبلا؟ إن شاء الله المشروع جاي أشتغل عليه، وبعد التخرج إن شاء الله بعد كم شهر راح ينطلق، راح يكون عبارة عن مكان أثري وتراثي بحت يمد بعصر من العصور الأثرية اللي كانت بالموصل. راح يهتم بالأمور التاريخية والتراثية، من معالم، من طريقة كتابات، حتى الأزياء والفلكلور بكل حقبة مرت على الموصل. هيام، راح يكون تمويل ذاتي مشروعك؟
إيه راح يكون تمويل ذاتي، وصار لي أصلاً أنا من زمان يعني كذا سنة مفكرة بيه، بس كنت مأجلته من وراء الدراسة، وراح يربط بين الفن وموهبتي وبين التخصص مالتي اللي هو السياحة. طيب تلقيت دعم من الحكومة؟ لا، دعم حكومي ما موجود، والصراحة يعني كل هاي الفترة شغلي والأعمال اللي عدت أسويها كلها دعم ذاتي. طيب مجال الرسم على الجلود شو وقت بديتي بيه؟ بديت بيه بال 2013، كانت أول انطلاقة إلي، اتأخرت بسبب الأحداث اللي صارت، لكن بعد التحرير كانت الانطلاقة ومشاركتي بالمعارض. هي ليش اختاريتي الرسم على الجلود مختلة الرسم على اللوحات أو الرسم على الزجاج أو باقي المجالات الأخرى؟ أول شيء اختاريت الرسم على الجلد لأن اللي يشتغلون بهذا المجال كلش قلال، بالذات داخل الموصل وبالعراق بشكل عام، عدد قليل الفنانين اللي يشتغلوها، فحبيت أتميز عن بقية الفنانين أنه أعمل شيء مختلف حتى يكون علامة وعلامة تجارية إلي ولوحاتي. إحنا نعرف أنه هاي الموهبة محتكرة على الرجال فقط، حالياً أنت المرأة الأولى الموصلية اللي تشتغلين على الرسم على الجلد؟ تقريبا انا الوحيده بالموصل اللي اشتغل بهذا المجال، وقبل كانت حكر على الرجال لان الشغل على الجلد كانوا يستخدموها قبل زمان بشغله السروج وهاي الامور، فكانت مهنه واني حولتها من المهنه للفن. تشوفين هذا الشيء تحدي للمجتمع؟ اكيد تحدي، تحدي انه انا شيء غريب، فن غريب عدبت ابرزه داخل المدينه، والتحدي الثاني انه انا بنت وعد اشتغل بهذا المجال. طيب فكرتي انه تغيرين المجال الثاني لو تبقين على رسم على الجلود؟ لا، ما فكرت اغير بي لان هذا الشيء ميزني وخلى اسمي ثابت. اكثر الصعوبات اللي واجهتيها انت برسم على الجلود؟ المواد الأولية لأن ما موجودة بالموصل، لازم أطلبها من بغداد أو خارج المحافظة. شنو المواد اللي دائماً أنت تطلبيها؟ هي فقط المادة الأولية هي الجلد، لأن ما موجود المدابغ اللي هنا ما موجودة، فلازم أطلبها من بغداد. هيام تلقيتي دعم من العائلة، وشنو اللي قدموه لك؟ أكيد عائلتي كانت الدعم الأول إلي، قدموا لي الدعم المادي والدعم المعنوي، وأكيد لو ما دعمهم ومساندتهم إلي يعني ما وصلت لها اللي وصلته، وإن شاء الله هم راح يكونوا الداعمين إلي بمشروعي اللي راح ينطلق إن شاء الله. طيب ما أنت خوفتي من هاي التجربة اللي خفتيها؟ بالبداية صح تخوفت إنه شيء غريب وأنا بنت وكان عمري صغير، لما بديت إنه أظهر وأبدي بشارك بالمعارض وهالأمور، بس بعدين لا، حبيت هالشغلة والأضواء والشهرة فاستمريت بيها وحبيت أوصل رسالة من خلالها. شنو الرسالة اللي حبيت توصلها؟ الرسالة اللي أريد أوصلها إنه معالم المدينة ومعالم العراق راح تبقى حتى لو تعرضت للدمار أو للإهمال من الجهات الحكومية، أكيد إحنا الفنانين راح نحييها بلوحاتنا طبعاً. طيب انت تعتبرين انه هاي مورد رزق ام موهبه لك؟ لحد الان ما اعتبرها مورد رزق او دخل مادي لي، لحد الان انا معتبرتها موهبه، بس ان شاء الله راح يكون المشروع مورد مادي. الرسم على الجلد صعب لك؟ صعب من ناحيه يحتاج لدقه ويحتاج لتركيز وطوله بال، لان اي خطا راح يصير كل القطعة مال الجلد تتلف ولازم أعيدها من جديد، يعني ما تصلح. طيب بهذه الحالة أنت ترسمين دائما على مسودات وبعدين ترسميها تنفذيها على الجلد؟ أي لازم أرسمها على مسودة وأكمل تفاصيلها وبعدين أرجع أنقلها للجلد حتى لا يصير أي خطأ، أي خطأ أقدر أعادله على ورقة أو على المسودة، بس من أخليها على الجلد لا خلاص هذا ما تقبل أي تعديل. يعني بدون أي تصحيح لها؟ لا هذا هو، بدون أي تصحيح. طيب أكثر الألوان اللي تستخدميها بالرسم على الجلود؟ إحنا دائماً نلاحظ الأسود موجود. هو الجلد يعتبر يعني مثل ما تستخدمين ألوان ثانية؟ مثل التاريخ، لون البني، الدرجات مال البني فما تقبل ألوان ثانية، الأسود ودرجات البني والذهبي فقط اللي أقدر أشتغلهم. يعني دائماً الرسمات اللي أنت تنبديها تخططين لها؟ اي طبعا، واكثر اللوحات مالتي اللي انا كنت اشتغلتها هي معالم، معالم دينيه، معالم تاريخيه للمدينه، واكيد الخط العربي، وحاليا بديت ادخل الخط السومري والكتابه بالمسماري على لوحاتي وعلى الامور اللي اشتغلها. من اللي ساعدك انه بهاي يعني بالخطوط وبالرسم ايضا؟ الخطوط جاي
أطلب مساعدة من الخطاطين، وحاليا بالخط المسماري عندي تواصل مع جماعة أو مع الأساتذة كلية الآثار. هي شنو الأكثر المواد اللي أنت تستخدميها بشغلك؟ المواد اللي أستخدمها هي الجلد والألوان بس، فقط الألوان، يعني ألوان أستخدمها هي الألوان الثابتة، أسود والبني والذهبي والجلد وشغلة الإطار والديكور اللي أثبت به اللوحة، هاي تعتمد على الذوق أو حسب الطلب. والآلات اللي تستعمليها شنو؟ الآلات بعض اللوحات أشتغلها بطريقة الحرق، وبعضها لا، أشتغلها بطريقة الطرق على الجلد، وأستخدم الأدوات الموجودة. أي هاي الأدوات اللي أستخدمها. طيب إذا ما متوفر يعني عندك الكهرباء، عندك الطرق مو؟ عندي الطرق، أو بعض الأشخاص يفضلون إنه اللوحة مالتهم تكون عن طريق طرق على الجلد، طريقة مختلفة وجمالية مختلفة، والبعض لا يفضلها إنه بحرق، فحسب الطلب. طيب شنو نوعية الجلد اللي أنت تستخدميه دائما؟ الجلد اللي أستخدمه جلد بقري بس مدبوغ بطريقة صناعية، حتى يعطيني التدرجات اللي أقدر أطلع منها التدرجات وأقدر أشتغل عليها بطرق. طيب هذا ما يكلفك؟ يكلف، لأن هو جلد غالي فأشتري بالسنتيم، وأكيد سعر بالدولار، فكلش غالي يطلع علي. بهذا الشيء طبعا الأهل هم اللي مولوش بيه. أكيد كل الأمور المالية وهاي الأمور أهلي داعميني بها ومسانديني. هي بما أنه أكو فرق بالدولار، فأنت شلون هسه أنت جاي تشترين الجلد؟ من ارتفاع الدولار توقفت بعد ما أقدر أشتري قطعة جلد، لأن صار الفرق بالسعر كلش غالي وما أقدر أتحملها، والتكاليف راح ترتفع، فأي راح أطلب أغلى على اللوحة. الشخص اللي راح يجي يشتري اللوحة راح يحس إنه غالية كلش ما يقدر يشتريها، فحاليا متوقفة ما اشتريت أي قطعة جلد، انتظر ينزل الدولار وبعدين إن شاء الله. يعني حاليا متوقفة ما تقدرين تشتغلين؟ اي حاليا متوقفة. هي من تشوفين اكو صعوبات بما انه انت عم تطلبيها من بغداد، يعني اكو صعوبات بهذا الشيء؟ يعني جزء ما تجي مثل ما انت تريديها حسب طلبك؟ صعوبات اي اكيد عاد اواجهها بهذا الشيء، الاشخاص اللي ابعثهم ويشتروا لي بعض مرات ما يعرفون نوعيه الجلد اللي يعني طالبتها، لان الجلد به نوعيات وبي سمك مختلف، فلازم شخص يعرف بهذا الشيء، يعرف عشان يجيب لي نوعيه، فهاي الصعوبه اللي اواجهها. كأنه أنا أروح أشتري كلش صعبة، أنه أنا كل مرة أروح لبغداد وأرجع أنه أشتري، فهاي الصعوبة اللي عتواجهني. طيب ليش ما تقدرين داخل مدينة الموصل مثلا الجلود الموجودة مع الحيوانات تستخدميها؟ لازم الجلد معالج بمواد كيميائية وكن اندبغ وكن يتعالج، فهنا بالموصل مدابغ جراء الأحداث راحت، ولهذا السبب يعني تأثرت أنا يمكن بهاي الطريقة. أكثر اللوحات اللي أنت طبعاً ترسميها شنو هي؟ اللوحات اللي أنا أرسمها أكثر شيء هي معالم، معالم دينية ومعالم تاريخية وتراثية للمدينة وللعراق، فمركزة على شغلة التراث والأمور التاريخية حيل بكل لوحاتي. شنو الأكثر اللوحات اللي أنت رسمتيها وتحسين أبدعتي بيها؟ أكثر اللوحات اللي رسمت بها وأبدعت بها هي كانت منارة الحدباء، وبس الإلها بعد نفسي إلي وكلش أحبها، هي معبد لالش مناسبة ذكرى الإبادة الإيزيدية، أنا رسمتها كدليل محبة وطمأنينة بيناتهم ودليل سلام. طيب هيام شنو اللي يميزك أنت عن باقي الرسامين؟ اللي يميزني طريقة عملي والمادة اللي أستخدمها، لأن حبيت أتميز عنهم. باقي الفنانين يستخدمون الألوان أو كل واحد حسب الطريقة اللي يستخدمها، بس أنا شغل مبين بارز وأنا الوحيدة بالموصل فشغل مبين. يعني هذا الشيء اللي يميزك؟ إيه طبعاً. راح في المستقبل راح تسيرين على هذا الخط نفسه أم تغيرين؟ لا طبعاً ما راح أغيره، بما أنه راح أبدي المشروع يخص هذا الشيء ويخص الأمور التاريخية، لا طبعاً ما إليني أنه أغير. هيام أنت حالياً تلاقين طلبات يعني حتى لشراء اللوحات اللي أنت ترسميها؟ حالياً اللوحات اللي أستخدمها هي كلها طلبات حسب ما يطلبون، كخط عربي أو معالم أو حتى كتابات، فأشتغل على الطلبات حالياً. دائماً تفكرين أنه تغيرين بلوحاتك بشي بلمسات؟ طبعاً كل فنان إلى لمسات. لا بالوقت الحالي ما عندي نية أنه أغير أي شيء، بس إن شاء الله على المستقبل أكو أفكار راح أطبقها.
يعني راح تبقين على المعالم الأثرية لو إلى تحولين إلى مناظر طبيعية؟ لا، بالجلد ما راح أقدر أدخل المناظر الطبيعية، لأن المناظر الطبيعية تحتاج ألوان والجلد ما يستقبل هاي الألوان. نعم، فراح أبقى على هذا الخط. هيام، وين تعرضين دائما لوحاتك الفنية؟ لوحاتي الفنية دائما أعرضها بالمعارض والبازارات اللي تصير داخل الموصل. نعم، بس إن شاء الله راح يكون مكان عرض ثابت لهم عن قريب. طيب، اللوحات اللي أنت تبيعها الأسعار إيش قد تتراوح دائما؟ الأسعار تتراوح حسب حجم اللوحة، لأن قلت لك أنا أشتري جلد بالسنتيم، فأضيف عليها سعر الجلد والتعب والإطار وهالأمور، بس ما أبيعها بأسعار كلش غالية. شوفين أكو إقبال لها؟ إقبال ضعيف، يعني أشخاص محددين أو قلة من الناس اللي يشترون هاي اللوحات. طيب، شاركتي بهاي اللوحات بمعارض؟ كثير معارض شاركت بيها، وبازارات ومهرجان السلام شاركت بي بالسنوات الثلاثة، وكذلك كان عندي معرض شخصي. كان أكو معرض على مستوى العراق؟ مو بس لا، لحد الآن على مستوى العراق لا، بعد يعني ما شاركت. لا، لحد الآن ما شاركت، أنتظر إن شاء الله على السنين القادمة إن شاء الله. شنو السبب اللي عدم مشاركتك فيه؟ كانت دراسة، كنت منتهي يعني بالدراسة وهاي الأمور، فحاليا إن شاء الله هالسنة راح أتخرج وراح أتفرغ للفن إن شاء الله. طيب هيام، شلون تجمعين بين الدراسة والرسم على الجلد؟ دراستي قريبة من موهبتي اللي هي السياحة، وتخصص إن شاء الله راح يكون بالمعالم التاريخية، فأكو يعني دمج بيناتهم، فما لقيت صعوبة بهذا الشيء. يعني من خلال دراستك انت حاولتي تنقلين المعالم الاثريه على لوحات الجلد؟ اي صح، من خلال دراستي حاولت انقل المعالم الاثريه اللي بالموصل عن طريق اللوحات. هيام، احنا عرفنا انه كان لك معرض شخصي، شنو هو وشون قدرتي تنظميه؟ وهل كان شخصي لوحدك الك لو اكو مشاركه؟ لا، معرضي الشخصي حبيت انه يكون برصيف الكتاب. نعم، لان هو مكان يجمع به الفنانين والمثقفين بمدينه. نعم، الموصل. نعم، وكذلك يعني كانت فرصه لي انه حتى اعطيهم دافع حتى يطورون، وبقيه الاشخاص داخل المدينه وخارج المدينه يعرفون اهميه رصيف الكتاب. نعم، فكان المعرض هناك، نظمته هناك وعرضت اكثر من لوحه، وكانت لوحاتي كلها بالخط العربي والمعالم الاثريه. ايش قد عدد اللوحات اللي انت عرضتيها برصيف الكتاب؟ اللوحات اللي عرضتها برصيف الكتاب تقريبا كانت 12 لوحه كانت معروضه، عدد قليل صح، بس اعطى صدى واسع. شفتي اكو اقبال الي كان لوحاتك؟ من ناحيه الشراء لا، ما كان اكو اقبال، بس اعجاب بطريقه الرسم وباللوحات كلش كان اكو اقبال. يعني رده فعل الجمهور شلون كانت بهذا الفن؟ رده فعلهم كانت بين الدهشه وبين الاعجاب، لان ما كان شافوا هاي الطريقه من الفن، وكل ظنهم او تفكيرهم انه الجلد فقط للاعمال اللي تنعمل سروج وهاي الامور، يعني الاستخدامات، فما كانوا فكرين انه اكو شخص او اكو فنان راح تقدر تحول هذا الشيء من الاعمال الى لوحات. هيام، شنو هي مشاريعك المستقبليه؟ مشاريع المستقبليه ان شاء الله افتتاح المشروع مالتي، وراح تكون مشاركتي او معرض شخصي الي ببغداد. انت راح تطمحين بمشاركات دوليه ايضا؟ اكيد ان شاء الله راح تكون الي مشاركات دوليه، بس راح اتريح بها هالفترة. طيب، مشاركات الدولية إليك راح طبعا تعرفك على ناس كثيرة، وخاصة يتعرفون انه بنت موصلية الى موهبة برسم على الجلود، فتشوفين هذا الشيء تفتخرين به انه تكوني ممثلة مثلا على العراق بمشاركات دولية؟ طبعا راح يكون لي الفخر انه امثل العراق وامثل مدينة الموصل بمحافل دولية ومعارض عالمية. هيام، منو قدوتك بالحياة واقتديتي يعني على هذا على أثره وقدرتي إنه ترسمين ودائما يكون داعم إليش أيضا؟ أكيد إحنا بعائلتنا أكو أكثر من فنان، بس خالي الكبير اللي هو بروفيسور ريان هو اللي كان اللي زرع البذرة وحببنا بالفن إحنا بقية الأفراد، فأنا حبيت أمشي على خطى
وتخصصت بهذا المجال، تخصصت بالرسم على الجلد. دائما هو يدعمك انه تطورين الفن؟ اكيد هو داعم لي عن طريق الافكار والنصائح اللي اخذها منه، وان شاء الله راح اكون اسمي يكون لي اسم مثله. هي عم تفكرين انه تنقلين الرسم على الجلد على الحقائب او القبعات مثلا؟ ايه اصلا انا اشتغلهم يعني، بس اشتغل حاجات صغيره قلت لك حسب الطلب، من شغله الحافظات او شغلات النسائيه والحقائب، بس ان شاء الله راح يكون لي مكان مخصص البيع، راح اشتغلهم باعداد كبيره. اكو عندك بيج على السوشيال ميديا او على التواصل، على موقع التواصل الاجتماعي؟ حاليا لا ما عندي، بس ان شاء الله راح مع انطلاق المشروع راح يكون اكو بيج على طريق مواقع التواصل الاجتماعي وراح يكون هناك اعلان. طيب شوفين الاعلام هو اللي دعمك بهذا الشيء؟ يعني دعمك تظهري موهبتك؟ اي اكيد اكيد، الاعلام له فضل كبير، راح قدرت انشر موهبتي وقدرت اوصل صوتي لمجالات كثيره. طيب الرسم على الجلود طبعا هاي مهنة اندثرت، شلون انت راح تقدرين تحافظين عليها؟ الرسم على الجلد، هي شغل الجلد هو مهنة اندثرت، انا جددت بيها وضفت عليها طابع اللوحات وحافظت على نوعية الجلد او خامة الجلد، هي عد اشتغل بيها لوحات حتى تبقى راسخة بأذهان الكل، واصلا اللوحات اللي اشتغلها على الجلد تنطبع التاريخي من ناحيه اللون ومن ناحيه الديكور والتصميم. طيب دائما تكون عندك بقياسات محدده؟ القياسات حسب الطلب او حسب ما انا اصممها، اختار القياس واختار القصه مال الجلد واللوحه وبعدها ابدي اشتغل. يعني عندك تخطيط وبعدين تنفيذ؟ اي طبعا، اخطط للوحه وقياساتها وطريقه القص مالتها والالوان اللي راح استخدمها، حتى الاطار افصله على موجب الحجم مالتها وابدي اشتغلها. من تخلصين من اللوحه دائما اكثر شخص يعني تحبين انه تشوفين اللوحه منه؟ اكيد ماما، يعني اخذ رايها بكل شيء وبكل صغيره وكبيره ابدي اشتغلها باللوحه من ناحيه التخطيط والحجم وهاي الامور، فكل رأي أخذه منها أطبقه، يعني هي أدرى بهذا الشيء. هيام شنو مبدأك بالحياة؟ مبدأي بالحياة اللي عنده طموح واللي عنده حلم لازم يحققه، حتى لو يتعب ويتأخر به فترة بس لازم يحققه. أنت قلتي لنا أنه مثالك طبعاً المصمم ريان، تحياتنا له. طيب من عائلتك شنو مثالك؟ أكيد مثلي الأعلى بالعائلة هم ماما وبابا، اتخذت منهم هاي الصفات بين المثابرة والإصرار والموهبة، فأكيد أشكرهم. طبعا نشكرهم، تحياتنا لهم أيضا. هيام رسالتك للمرأة الموصلية شنو؟ رسالتي للمرأة الموصلية أنه لازم تخرج من القوقعة وتفتح تفكيرها وتخرج عن العادات والتقاليد المغلوطة وتمشي وراء حلمها وتحققها، واكيد لازم يكون عندها اصرار وعزيمه. انت تفكرين انه تنشئين او تقومين دورات تدريبيه للاطفال او الكبار على الرسم على الجلود؟ ان شاء الله هذا راح يكون جزء من المشروع اللي راح يصير. يعني جزء مصغر؟ لا لا، هو من ضمن المشروع، راح يكون معرض دائم وراح اعطي به دورات تدريبيه. مثل ما قلنا انه الصغار هم تنطيهم الكبار؟ لو اكيد الاعمار محدده؟ لا اعمار متفاوته، بس راح اركز على الصغار بالعمر، يعني الاعمار من 6 وفوق. ليش اختاريت مثل هاي الاعمار؟ هاي الاعمار الصغيره يكون ذهنهم صافي بعدها وبسرعه ياخذون المعلومه فتبقى راسخه بدماغهم، فاحنا لازم من هسه نبدي نزرعها بهم هاي البذرة وهاي الأفكار إنه تراثنا وحضارتنا لازم نحافظ عليها. هيام شنو هي رسالتك من خلال قناة الموصلية؟ رسالة توجهية طبعا لدعم الفنانين، رسالة للحكومات أو المنظمات حتى تدعم الفنانين؟ أكيد رسالتي أوجهها للحكومة إنه تلتفت وتنظر بعين العطف للفنانين، تدعمهم، وأكيد غياب دور نقابة الفنانين من ناحية الدعم، من ناحية كثير أمور هي مقصرة بحق الفنانين، فهذا اللي أطلبه إنه يلتفتون للفنان
ويشوفون احتياجاته. شكرا لك. طبعا انت نورتينا ببرنامج قصة نجاح، وان شاء الله اتمنى لك الموفقية والنجاح الدائم فيها. شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا لختام قصة نجاحنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.